أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، بين أيدينا حلقات نتكلم بها، حلقات من يخص مما يخص الناس، نتكلم فيها ونذكر أنفسنا بالبناء الذي ينبغي، البناء الحسي والبناء المعنوي الذي ينبغي أن يكون في هذه الأزمنة المتأخرة من عمر الدنيا. فنحن معشر الناس نعيش، معشر الأحياء نعيش في الأزمنة الأخيرة من عمر الدنيا، والدنيا ذاهبة إلى تحول وإلى ضعف وإلى فساد وإلى خراب إلا من رحم الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا عما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند ربه عليه الصلاة والسلام. مما يفسد في آخر الزمان إخوتي الكرام تصور الإنسان وفكره وثقافته وحتى بدنه وروحه، كل ذلك يضعف أو يفسد أو يخترب. فمطلوب من الإنسان في هذه الحالة أن يؤكد على بناء بدنه وبناء روحه وبناء ثقافته وبناء فكره وتصوره، وهذا يتطلب منه شيئا كثيرا. يعني مثلا في هذه الآن في هذه الدنيا تجد بعض الناس أو كثير من الناس لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، لا يستطيع أن يفرق بين ما هو باطل وما هو صواب، يحتار، تختلط عليه الأمور كثيرا. بعض الناس لا يكاد يفرق الآن من المسلمين، لا يكاد يفرق بين الآية والحديث مثلا، فتمر عليه مثل هذه الأمور، فيحتاج إلى أن يؤسس بناءه على يعني على أسس قوية وأسس متينة وصحيحة. تجد بعض الناس الآن يعني يصف الشيء، أي شيء يصفه أنه متميز ويصفه أنه متفرد وأنه جميل ومطلوب ومقبول، فإذا دققت في هذا الشيء الذي يذكره وجدت شرع الله عز وجل يحكم عليه بالبطلان أو الفساد. يعني هذا الذي يمدحه هذا الإنسان، يمدح هذا الفكر أو هذه الثقافة أو هذا الشيء، فلو فتشت في شرع الله عز وجل عن هذا الشيء لوجدت أن الشرع الحنيف يبطل هذا الشيء الذي يمدحه هذا الإنسان أو يعده فاسدا. ولذلك يعني يتطلب من الإنسان إخوتي الكرام أن يعني يعزز بناءه في هذه الحياة، في خاصة في هذه الأزمان أكثر وأكثر. يجب إخوتي الكرام أيضا أن يعني نضع في أذهاننا أنه لا بد من تقرير حقيقة في هذه الحياة، وهو أن الذي يحق الحق ويبطل الباطل هو الله سبحانه وتعالى وحده. يعني أن الذي يقول أن هذا حق وهذا باطل هو الله سبحانه وتعالى، لا يحق لأحد أن يقول أن هذا حق وهذا باطل إلا إذا اعتمد الله تعالى أن هذا هو الحق وأن هذا هو الباطل. لأن الله تعالى سبحانه لا هو وحده الذي يعلم حقيقة الأشياء، والله تعالى يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لدرجة أن الله تعالى قال للناس: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي يبطل الباطل هو الله سبحانه وتعالى، ويعتمد الحق حقا هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
كذلك قيمة الأشياء أخوة الكرام، وقيمة الأمكنة، وقيمة الأزمنة، وقيمة الوقت، الأوقات، هذه كلها أيضا يحددها الله سبحانه وتعالى. يعني أعني بأن ما إذا كان هذا المكان له قدسية مثلا، أو هذا الشخص له قدسية، أو هذا الزمان له قدسية، هذه كلها في شرع الله عز وجل. ما يستطيع أحد من الناس كائنا من كان أن يقول أن هذا الزمان مبارك وذاك الزمان غير مبارك. مثلا رمضان، شهر رمضان شهر مبارك، أو وقت مبارك، أو زمان مبارك، يوم الجمعة، يوم عرفة، العيدان، الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة، يعني ومن شاء الله تعالى أن يرفع قدره. فهؤلاء الأشخاص، هؤلاء هذا الزمان، أو هذه الأزمنة، هذه الأمكنة، مكة، المدينة، القدس، هذه كلها يعني هو الذي يقدسها ويعطيها القدسية، والإجلال هو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذن المقاييس الحقيقية أخوة الكرام للأشياء هي تكون عند الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام، قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، حتى قال عليه الصلاة والسلام ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق. فقول الله سبحانه وتعالى حق في كل شيء، وهذا يعنينا فيما نتكلم فيه أن هذا باطل أو هذا حق، هذا يعتمد فيه قول الله سبحانه وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخوتي الكرام، أجل نعمة في هذه الحياة يعني بعد الإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أن ينظر الإنسان إلى الحق الذي قال الله تعالى عنه أنه حق، إلى أن الإنسان ينظر إليه على أنه حق. يعني تقول عن الذي حقه الله من الأمور أنه حق، وتقول عن الأمور التي أبطلها الله تعالى أنها باطل. البلية عندما يقول الإنسان عن الحق الذي سماه الله حقا يقول عنه باطل، أو يقول عن الباطل الذي سماه الله واعتمده الله باطلا يسميه حقا، هذه البلية. فالنعمة بعد الإيمان بالله ورسوله هو أن يرى الإنسان الأشياء كما اعتمدها الله سبحانه وتعالى، فيقول عن الحق أنه حق وعن الباطل أنه باطل. يقول الله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والموفق أخوة الكرام، الموفق الذي يسأل الله تعالى التوفيق ليوفقه الله تعالى ليقف على الحق ويرزقه الله اتباعه، وعلى الباطل ويرزقه الله اجتنابه، هذا هو التوفيق، أن الله تعالى يرزقك الحق، يعني تعرف أن هذا هو الحق وتتبع هذا الحق، وكذلك أن تعرف أن هذا باطل وتجتنب هذا الباطل، هذا هو التوفيق من الله تعالى. وفي الدعاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ذكره ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يدعو ربه سبحانه وتعالى اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني، وهذا هو محل الشاهد الذي يعنينا، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فالله تعالى هو الذي يهدي إلى الحق بإذنه سبحانه وتعالى، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث يرويه مسلم. والله تعالى يقول أيضا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية أعطيكم إياها. هنا أخوة الكرام أنا أريد أن أذكر نفسي وإخواني المسلمين عما ينبغي أن يبنى عليه أو يبني عليه المرء دينه،
كيف تبني دينك؟ أقصد ببناء الدين يعني بناء تدينك، كيف تتدين؟ التدين، والآن نحن في أمس الحاجة إلى أن نذكر أنفسنا بكيف يكون التدين، لأن أخوتي الكرام لما ظهر في دنيا الناس من الخرافات والبدع والمخالفات، وتعديت حدود الله سبحانه وتعالى، وافتري على الله تعالى وعلى الدين، حتى أن الناس أتوا بالفظائع والكبائر ويقولون أنها من دين الله عز وجل. فنحن الآن نريد أن نقف في حلقاتنا هذه على كيف يبني الإنسان تدينه، كيف يبني الإنسان عقيدته، يعني على أي أساس تبني العقيدة، عقيدتك أنت حتى تكون مرضية عند الله سبحانه وتعالى، على أي أساس تبنيها؟ كذلك كيف تبني فكرك؟ الآن تجد بعض الناس هداه الله تعالى يتكلم في مسألة أو عنده فكر عن مسألة، ولو يعني سألت الشرع عن هذا الفكر أو هذا الفكر الذي يفكر بهذا لوجدت أن هذا الفكر باطل، أو أن الشرع يبطل هذا الفكر. فنريد أن نذكر أنفسنا كيف نبني الفكر، كيف نبني ثقافتنا، كيف نبني تصوراتنا، كيف نبني أرواحنا وأبداننا في هذه الحلقات. كذلك نبني كيف تبنى الذمم والحريات. الناس تعدت الحدود في الحريات، يعني لأن بعض الناس اقتحم حرية الآخرين ويقول أنا ما زلت أنا في ميدان حريتي، أو ما زلت حرا، يعني أنا حر في تصرفاتي، حتى أنه اقتحم ميدان الآخرين، وهذا يعني مما نريد أن نؤكد عليه. وأقول إخوتي الكرام أيضا أن الحكم على الأشياء كلها وعلى بناء الأشياء هذه المذكورة يعني نحكم عليها من الناحية الشرعية. لماذا نقولنا من الناحية الشرعية؟ لأن حكم الشرع أخوتي الكرام هو الحكم الحقيقي، حكم الشرع على الأشياء هو الحكم الشرعي، هو الحكم الحقيقي، لأن نظرة الشرع أيضا هي النظرة الحقيقية التي يعني جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرة الشرع لا مرية فيها ولا شك فيها، يعني إذا قال الله تعالى عن هذا أنه مقبول فهو مقبول، وأن هذا صحيح فهو صحيح، وأن هذا مردود فهو مردود، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني النصيحة أخوة الكرام، النصيحة الغالية التي أهديها لنفسي وإخواني المسلمين، أنه أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، ما بنى أحد بناء حسيا أو معنويا على ما يحبه الله تعالى ويرضاه إلا قام هذا الأساس واستمر وبقي، حتى لو مات صاحبه فإنه يذكر بخير، فإن الله تعالى يخلد ذكرى هذا الذي بنى هذا البناء. مثلا إنسان بنى مسجدا، بنى بيتا، بنى مدرسة، بنى مستشفى، بنى يعني مكانا للأيتام، بنى خدم وطنه وعمر بلاده، وأقام ما من البناء ما يرتضيه الله تعالى، سواء كان هذا البناء حسيا يعني ملموسا، أو كان معنويا من المشاريع التعليمية والعلمية والدعوية، ونشر فكرا مباركا يعني موافقا لشرع الإسلام، نشر ثقافة طيبة. هذا كله إذا بني على أساس من كتاب الله وسنة رسول الله على ما يرتضيه الله، فإن هذا البناء سيستمر ويبقى. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعد إذن الله تعالى دعوته على ما يحبه الله تعالى ولا شك، وأبقى. وكم من الدعوات وكم من المخططات وكم من المكائد قام لهدم ما يبنيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها ذهبت، وبقي بناء محمد عليه الصلاة والسلام، وبقيت راية الإسلام خفاقة، ولن يستطيع أحد أن ينال من دين الله عز وجل حتى يأذن الله تعالى بزوال هذه الدنيا. هذا مثل، لأن يعني يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهنا يعني هذا القدوة
القدوة، النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في حتى في هنا في البناء، الذي بنى بناءه على أساس من 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 على أساس مرضاة الله عز وجل وعلى ما يرتضيه الله عز وجل، فبقي هذا البناء. ولك أن يعني تفتش في دنيا الناس في القديم والحديث والمعاصر، ستجد أن البناء الذي بناه صاحبه، أن من بنى بناء على ما يحبه الله ويرضاه أن هذا البناء يبقى، ومن بنى بناء على سخط الله ولمقاومة دين الله وطرد دين الله أو شيء من هذا، فإن هذا البناء لا يبقى، وهذا ما حكم الله تعالى فيه في الكون كله. ولذلك ينبغي أن نراعي أنفسنا في البناء، في بناء البناء الحسي والبناء المعنوي، ونسأل أنفسنا هل نبني هذا على أساس من مرضاة الله تعالى أو والعياذ بالله في سخط الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يعني يسأل الإنسان نفسه عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.